الرز الإيراني من أنواع الرز اللذيذة جدا اللي تقدري تقدميها جنب مشويات، لحمة محمرة، أي حاجة جنب النواشف، هتبقى لذيذة جدا وطريقته سهلة قوي وطعمه بجد تحفة. تعالوا بينا يلا نشوف المقادير. عندنا 4 كوبايات من الرز البسمتي الذهبي، بصلة مفرومة ناعم، هنحتاج معلقة كبيرة من بشر الليمون اللي هي القشرة الخارجية للليمون، مكعبين من الزبدة، وثلاث أوراق من اللورة، 3 فصوص حبهان، عودين قرفة خشب، معلقة صغيرة من الكمون الحب، نص معلقة صغيرة من الزعفران الباودر، ورشة بسيطة من الكباب الصيني، وملح وفلفل أسود. أما التزيين فهيبقى عندنا أي نوع مكسرات بتحبيه، وكمان كوباية من حبوب الرمان. وتعالوا بينا يلا علشان نشتغل ونعمل مع بعض الرز. زي ما شفنا في المقادير معانا 3 مكعبات من الزبدة، احط عليهم 3 معالق من الزيت عشان نعمل ميكس كده ما بين الزبدة والزيت والرز يطلع معانا بيلمع كده وطعمه حلو قوي. واحنا حاطين الزبدة والزيت على النار هاخد كل البهارات بتاعتي فيما عدا ايه؟ فيما عدا الزعفران الباودر، وابتدي اديهم كده تحميصة على النار. ادي ورق اللورة، الحبهان، القرفة، ادي الكبابة الصيني او البهار الحلو، الكمون، واحط كمان الفلفل الاسود، وبينا نقلب. مجرد ان الاقي ريحة البهارات معايا طلعت على طول، ما تستنيش عشان ما تحرقيهاش وتبتدي تمرر معانا ويبقى طعمها مش لطيف. تعالوا ناخد البصلايه اللي احنا فرمينها ناعم وحطها. بسم الله ريحة البهارات حلوة قوي. ننزل بقى بالبصلايه ونبتدي نشوحها على النار لغاية ما تدبل كويس جدا على النار. وتعالوا بينا بقى نتكلم شوية عن فوائد الرمان. فوائد الرمان، الرمان بيحتوي على مضادات الأكسدة، وبالتالي هو بيحمي الجسم من السرطان، ربنا يعافينا جميعا إن شاء الله. كمان الرمان بيحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، وده بيعالج فقر الدم، فضروري جدا ناخد ونأكل الولاد رمان كتير. وكمان هو بي 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 بيساعد أو بيعزز صحة الفم، بيحافظ على اللثة من تكوين البكتيريا، فهو مفيد جدا جدا في صحة الفم. كمان من فوائده زي ما قلنا كده ان هو بيعزز نضارة البشرة، بيجدد الخلايا، وبيساعد كمان في الوقاية من هشاشة العظام. دي حاجة بسيطة كده من فوائد الرمان الكتير جدا جدا. ادخلوا واعملوا سيرش على فوائد الرمان، هتلاقوا له فوائد كتير قوي قوي قوي، فحاولوا تدخلوه في الاكل، تعملوه عصاير، يدخل معانا في حاجات كتير يتاكل كده علشان نستفيد بكل فوائده. هنا البصلايه بتاعتنا بصوا بدات تدبل اهي، والريحه طالعه هايله قوي. كنا عملنا الاول خليط كده من الزبده على الزيت، ولما سخنوا رحنا حاطين البهارات بتاعتنا كلها فيما عدا الزعفران، يعني حطينا الفلفل الاسود، حطينا الحبهان والكباب الصيني، ورق اللوره والقرفه الخشب، والكمون الحب، قلبناهم على النار شويه، سخنوا كده وريحتهم الحلوه طلعت. رحنا حاطين البصل المفروم، وهنبتدي بقى ايه لما البصل يدبل بالشكل ده ننزل يلا بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا الرز وقلبنا كويس جدا مع بقى البهارات اللي موجودة والبصل والدنيا تمام. تعالوا بينا نحط بقى بشر الليمون. وعندنا زي ما قلنا جبنا ليمونة، بشرنا القشرة الخارجية بتاعتها واخدناها تمام، هحطها ونقلب. ممكن كمان بشر برتقانة بدل الليمونة، بس مش برتقانة بحالة، ناخد معلقة كبيرة من بشر البرتقان اللي موجود عندك في البيت، بيدي نكهة حلوة جدا للرز. ولما الرز يسخن كويس قوي قوي هكون مجهزة بقى ايه الشوربة. ومقدار الرز او معيار الشوربة للرز، لكل كوباية رز 2 كوبايات من الشوربة، خاصة لو احنا مش نقعين الرز بتاعنا، فعلى طول هنحط 2 كوباية شوربة مغلية لكوباية الرز. ونراعي كمان احنا محطناش ملح، فتعالوا نظبط يلا الملح.
كده خلاص الرز سخن تمام التمام، والشوربة كمان لازم تكون مغلية علشان الرز ينزل على طول او الشوربة تنزل على طول، تخلي الرز يغلي اوام اوام، ما يقعدش على النار 10 دقايق ويكون استوى، وكمان تحافظ لي على الرز ان هو يعجن. بصوا زي الفل، المقدار مظبوط جدا. هعمل ايه دلوقتي؟ هغطي الاول على الرز واسيبه متغطي يغلي ويتشرب، يعني الرز يشرب الميه كلها او الشوربه كلها، وبعد كده ابتدي اقلبه تقليبه خفيفه وهدي عليه النار. تعالوا بينا نغطي يلا. والرز اتشرب ونهدي بقى عليه النار خالص، وقلبناه تقليبه بسيطه كده علشان نسيبه يكمل التسويه بتاعته. بس قبل ما يكمل التسويه بتاعته كان فاضل من مكوناته الزعفران الباودر. تعالوا نحط شويه ميه صغيرين على الزعفران علشان نعمل الرز بتاعنا يبقى ميكس كده، شويه اصفر وشويه ابيض. بسم الله، وهقلب بالمعلقه. تعالوا نقلب على الرز عشان لو حاجه وقعت تقع هنا. بصوا الميه بقت لونها عامل ازاي، هبتدي اوزعها بقى. خلينا نوزع على نص الحله والنص التاني لا، بحيث ان الرز معانا يبقى شويه لونهم اصفر وشويه ابيض. تمام بس كده، حلو قوي. طبعا لازم نغطي بعد ما هدينا النار، نغطي بقى خلي الرز يكمل التسويه بتاعته. وتعالوا بينا بقى نشوح كده المكسرات اللي عندنا، سواء بقى عندنا سوداني، فستق، اي نوع متوفر. احط معلقه زبده صغيره، واحط الفستق واديله كده ايه تحميصه بسيطه علشان يقرمش كده ويبقى طعمه حلو. ده اللي هنقدمه مع الرز. اهم حاجة ما نغمقش برضو المكسرات، يدوبك تحميصة بسيطة بحيث ان هي تتحمص وما تبقاش ممررة. الفستق كده بدأ اهو يتحمص معانا زي ما انتم شايفين، النار هاديه ما تعليش النار قوي، احنا عايزينه يتحمص فبنهدي النار علشان تبقى الحراره عليه الى حد ما متوسطه، فما ياخدش لون وهو لسه طري من جوه. على نار هاديه كده معلقه زبده، وابتدي اقلبيه كويس علشان يفضل محتفظ بطعمه الحلو بس يبقى مقرمش من غير ما ياخد لون جامد من بره ويمرر. تمام زي الفل. انا هحط معاه كمان شويه لوز ونقلبهم بقى على النار كده مع بعض ويبقوا جاهزين معانا للتقديم. بس ويلا بينا بقى نغرف الرز الايراني. عملناه بطريقه سهله وان شاء الله تجربوه، طعمه حلو قوي قوي. وزي ما انتم شايفين الحله معانا نصين، نص اصفر ونص ابيض، احنا قصدنا نعمل ده عشان ندي اللونين. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. رز ريحته حلوه قوي، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هو الطبق طلع سبحان الله، ربنا طرح البركه في الرز، انا كنت متخيله ان هو حبه قليلين، الرز ما شاء الله كتير. تعالوا بينا بقى ايه، غرفنا الرز وريحته هايله، نظبط الطبق ونعمل ايه بقى، عندنا المكسرات وعندنا كمان الرمان علشان التقديم. المكسرات بقى اللي احنا كنا حمصناها كده بمعلقه زبده، ولو احنا في الشتاء والدنيا برد قوي فحطي معلقه زيت كمان مع الزبده علشان تفضل بتلمع و ما تبقاش ايه زي ما نقول كده الزبده بعد شويه بتجمد فبتطفي لمعتها، فخلي مع الزبده معلقه زيت. ما شاء الله تحفه. عندنا كمان الرمان، هندي بقى ايه شويه كده من فرط الرمان. ما تستغربوش وما تقلقوش من الطعم، الطعم هيبقى حلو قوي. جربي كده في طبق وهتلاقيه جميل جدا وهيعجبك جدا جدا. خلصنا كده خلاص الرز.